صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضرتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا عبد الصمد. صباح الخير يا بسنت، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيتابعونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة بداية الأسبوع السبت الموافق 5 نوفمبر 2022. ولما بنقول 5 نوفمبر يعني خلاص كلها يوم، وينطلق الحدث الأكبر اللي العالم كله مستني، الحدث اللي بيقام على أرض مصر وتحديدا في مدينة السلام، مدينة شرم الشيخ، وهو قمة المناخ COP27. القمة دي تحديدا هي قمة يعني ممكن تكون من وجهة نظري أنا شايفها قمة استثنائية، كونها قمة غير عادية لأنها بتنعقد لوضع حلول عاجلة وقوية لمواجهة التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الكربونية، قمة التنفيذ والإنجاز. هنا بنتكلم على تنفيذ حقيقي لكل التعهدات الماضية والجديدة أيضا للعمل للتغيرات المناخية ووضع حل لها، وأيضا كمان وضع أطر زمنية لتنفيذ هذه التعهدات اللي موجودة لبحث حلول لعلاج المشاكل البيئية وأزمتها في العالم ككل. حقيقة أحمد، يعني كلنا عارفين أنه إحنا بنعيش أزمة حقيقية، الأرض كلها بتعيش أزمة حقيقية من ارتفاع درجات الحرارة بسبب طبعا الانبعاثات اللي سببتها الدول الصناعية، فما فيش شك أن القمة دي هتشوف أو هنقدر أن إحنا نشوف فيها تغيرات كتيرة جدا، وأهمها أنه الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والشركات والجامعات ومراكز الأبحاث، كل دول هيتضافروا عشان يطلعوا لنا يمكن نتائج، مناقشات واجتماعات وورش عمل هنخرج بيها بتوصيات مهمة لتنفيذ فوري على أرض الواقع وننفذه إن شاء الله، يعني بنتمنى أنه يتنفذ. زي ما قلنا هي قمة الإنجاز، قمة التنفيذ تحديدا، بس عندي مش فكرة اللي احنا نقعد ونحط حلول أو بحث ما هو قادم من خطر، لأن أصبح الخطر خلاص الخطر حقيقي، خطر بيهدد العالم ككل، ما فيش دولة ممكن يتم استثنائها من هذا الخطر، لأن احنا كلنا بنعيش على كوكب الأرض. والحقيقة أن مصر من بداية حصولها على شرف تنظيم هذه القمة وهي شغالة بكل قوة، شغالة على تعزيز البعدين، البعد الإقليمي والبعد المحلي، تحديدا في مجال العمل المناخي من خلال مبادرتين مهمتين جدا. المبادرة الأولى وهي مبادرة المنتديات الإقليمية الخمس اللي تمت بالتنسيق مع الأمم المتحدة وأسفرت عن 400 مشروع إقليمي، 400 مشروع دول على مستوى العالم ككل. هيتم عرض تفاصيل هذه المشروعات أثناء المؤتمر. كمان مبادرة المشروعات الخضراء الذكية اللي أطلقتها الحكومة، وبرضو هنتعرف على نتائجها وتفاصيل هذه المبادرات الذكية بسنت من خلال انعقاد جلسات المؤتمر اللي هيبدأ من الغد إن شاء الله. كمان يا أحمد من الحاجات الجميلة قوي ولفتت انتباهي في المبادرة للمشروعات الذكية أنها إدت الفرصة لشباب مصريين مهتمين بالحفاظ على البيئة، مشروعاتهم وأفكارهم مهتمين ان هم يطلعوها للنور، خصوصا ان المشروعات دي لو بصينا عليها هنلاقي فيها ابتكار وابداع وافكار جديده العالم كله محتاج فعلا انه يشوفها، محتاجين ان احنا نتعرف على مثل هذه الافكار عشان نبص كده بره الصندوق او نفكر بره الصندوق ازاي نقدر نحل المشاكل اللي موجوده عندنا وبتسبب طبعا ازمات مناخيه لكوكب الارض، بالتاكيد هتساهم بشكل كبير في وضع حلول لازمات التغيرات المناخيه. احنا فخورين ان بلدنا بتستضيف مثل هذا الحدث اللي بنقدر نقول عليه هو الحدث الأكبر الآن، العالم كله بيشهد هذا الحدث. مدينة السلام شرم الشيخ هتستقبل العديد من قادة ودول العالم، يعني مؤتمر المناخ من أهم طبعا المؤتمرات اللي هيسعى لاستعراض الالتزامات اللي بتقع على الدول، نشوفها على رأس أولوية أجندة المؤتمر هي قضايا زي قضايا المناخ وطبعا الحد من الانبعاثات وارتفاع درجات الحرارة. مرة تانية متحمسين جدا نحن إن شاء الله في صباح الخير يا مصر نتابع أول بأول اللي بيحصل في مؤتمر المناخ، وأكيد هننقل لحضراتكم كل حاجة بتحصل هناك بالتفصيل. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.